حياكم الله مجددا في يا هلا. شراكة يا هلا مع المركز الوطني للأرصاد على مستوى التنسيق بصراحة من بداية الموسم وهي في مستوى عالي جدا من التجاوب النبيل، ولذلك احنا ملزمين بشكل مهني وأخلاقي أنه نشكرهم على تجاوبهم العالي والكبير معنا في كل الحلقات، سواء مع بداية موسم الشتاء كان في استضافة، قبلها كان في استضافة، الآن مع الموجات الغبارية اللي جالسين نشهدها تواصلنا مع المتحدث الرسمي الأستاذ حسين القحطاني وأيضا تجاوب معنا وحينضم إلي إن شاء الله هاتفيا بعد شوي. كل هذه الحالات اللي تؤثر على الطقس واللي تكون محط تساؤل الناس، لما تطلع الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع وتوضح بشكل رئيسي ورسمي هذا الموضوع يجعل الأمور في غاية الوضوح ويقطع الطريق على أي تكهنات أو أحاديث أو تغريدات أو ادعاءات سواء في تويتر أو في بقية مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك أنا أكرر الشكر للمركز الوطني للأرصاد وللمتحدث الرسمي الأستاذ حسين القحطاني اللي ينضم إلي الآن عبر الهاتف. أستاذ حسين مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور، أهلا أخوي مفرح، شكرا جزيلا لكم. من يومين وحنا نشهد هذه الموجة الغبارية، وش التفاصيل وش احنا مقبلين عليه فيما يخص الغبار؟ نعم أخوي مفرح، نحن حقيقة يعني أجواء المملكة دخلت أجواء فصل الربيع أرصاديا. فصل الربيع هو مرحلة انتقالية تشهد تقلبات متسارعة ما بين رياح نشطة مثيرة للأتربة، تذبذب في درجات الحرارة، فرصة لهطول أمطار على بعض المناطق والمرتفعات. نحن في مرحلة انتقالية نستعد فيها لدخول أجواء فصل الصيف، ولذا نلاحظ أن هناك تباين في كثير من الظواهر الجوية في درجات الحرارة في قيم الضغط، ولكن السمة السائدة هي الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تؤثر على أجواء المملكة خاصة الشرقية الوسطى المناطق الجنوبية الداخلية نجران شرور المناطق المحيطة بها، تؤثر أيضا حتى على المرتفعات وعلى سواحل منطقة مكة المكرمة. تقرير المركز الوطني للأرصاد أشار إلى أن تأثير هذه الحالات تستمر معنا حتى يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يقوم المركز الوطني للأرصاد أيضا بتجديد الحالة أو قراءة الوضع بشكل تفصيلي وتقديم التقارير اللازمة، إما استمرار هذه الحالة التقلبات الجوية المتسارعة أو هناك نوع من الاستقرار النسبي على أجواء المملكة. الحالة اللي بتستمر إلى الثلاثاء حالة الغبار ولا حالة تقلبات جوية ما بين أمطار وغبار وغيرها؟ المهم تقلبات جوية مرتبطة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة، لأن اختلاف درجات الحرارة وتباين قيم الضغط يساعد أو يساهم بشكل واضح في الرياح النشطة المثيرة للأتربة. يعني احنا الحين نتوقع او انتم تتوقعون بشكل رسمي الى يوم الثلاثاء بتستمر الموجات الغبارية؟ قد يجدد المركز استمرارية الحالة لاننا في مرحلة انتقالية، اجواء المملكة متقلبة. نحن طبعا فصل الربيع ليس كل مناطق المملكة تشهد فصل الربيع بشكل واضح، معظم مناطق المملكة تتأثر بتقلبات متسارعة رياح نشطة تذبذب في درجات الحرارة. نستعد تدريجيا الى دخول فصل الصيف إن شاء الله واستقرار درجات الحرارة المرتفعة على مناطق. نعم، طيب أستاذ حسين في اللقاء اللي فات معك كنت سألتك عن المتبقي من موسم الشتاء وقلت لي أنه 20 مارس ينتهي الشتاء فلكيا، اليوم أنت تقول أنه من الآن دخل الربيع، إيش الحكاية؟ يعني 1 مارس يدخل فصل الربيع أرصاديا، إيه؟ 20 مارس يدخل فلكيا، وهكذا يتم قراءة الفصول كل 3 أشهر. يعني نحن نتكلم عن مثلا دخول فصل الصيف قد يكون في 1 يوليو وفلكيا في 20 يوليو. قراءة المعلومات المناخية، نحن في المركز الوطني للأرصاد نقرأ الظواهر الجوية أو نتابع الظواهر الجوية بناء على المعلومات المناخية المرتبطة أصلا بالأرصاد الجوية. وش الفرق بين أرصاديا وفلكيا؟ نعم، أرصاديا نحن يعني حسب الواقع الموجود المؤثرات على أجواء المملكة نلاحظ أن فصل الربيع يعني دخل تلقائيا، ونلاحظ أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع أو التذبذب ما بين انخفاض في فترات المساء وارتفاع في فترة الظهيرة. التقلبات المتسارعة هذه كلها شواهد تعطي مؤشر فعليا على أن فصل الربيع دخل أرصاديا أجواء المملكة. طيب يعني الآن نقدر نقول يا أستاذ حسين أنه أرصاديا انتهى الشتاء في السعودية؟ نعم انتهى.
لا تكون مفزوع اخوي مفرح يعني، انتهى فصل الشتاء. لا لا لا، مو حكاية فزع، انا اقولها لانه سبق وقلنا 20 مارس فالان اعلان. حقيقة يعني هناك يعني تعاطف كثير مع اجواء فصل الشتاء، ويعني انا الاحظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما يعلن المركز الوطني للارصاد عن انتهاء فصل الشتاء ان هناك يعني الكثير من يرى ان فصل الشتاء عاش في يعني اوقات جميلة واجواء رائعة جدا. يعني فصل الربيع فصل متقلب، وأن نحن في فصل الخريف وفصل الربيع نعتبرها مراحل انتقالية لدخول الفصول الواضحة في المملكة هي الصيف والشتاء. طيب يعني الآن من غير المتوقع عودة أي موجات باردة نهائيا؟ يعني لا نستطيع أن نقول ليس هناك موجات باردة، قد يكون هناك انخفاض في درجة، ولكن ليس بالمعدلات التي نشهدها في فصل الشتاء، انخفاض ما دون الصفر أو استمرار درجات الحرارة منخفضة بشكل طويل أو فترات زمنية طويلة. نحن نلاحظ الآن تذبذب في درجات الحرارة، لكن هناك سمة أن فصل الربيع يشهد أيضا أمطار يعني جيدة على بعض مناطق المملكة، خاصة الوسطى والمرتفعات الجبلية والشرقية، تشهد حتى في شهر إبريل أمطار قد تكون فوق المعدل إن شاء الله، وتكون أمطار خير وبركة إن شاء الله على البلاد. أيوة، خذنا لموضوع الأمطار، متى متوقع أنه نشهد كذا حالات مطرية عالية في السعودية؟ حقيقة التقارير الصادرة للمركز الوطني تشير إلى أمطار ولكنها خفيفة، نهاية مارس قد نشهد أمطار إلى حد ما من خفيفة إلى متوسطة، إبريل قد يشهد أمطار يعني فوق المعدل على منطقة الرياض، المنطقة الوسطى بشكل عام، الشرقية، المناطق الجنوبية الداخلية كنجران وشرورة، وأيضا المرتفعات مرتفعات عسير والباحة وجازان، هذه المناطق عادة تشهد في إبريل أمطار. حسب تقرير الملامح المناخية والتقرير المناخي اللي أصدر المركز الوطني للأرصاد أنها ستكون أعلى من المعدل. طيب دخول فصل الصيف يعني متى متوقع له فلكيا؟ متى يعني ترصدونه وتقولوا أنه اليوم الفلاني سيبدأ دخول فصل الصيف رسميا؟ 1 يوليو يدخل فصل الصيف أرصاديا، و20 يوليو يدخل فلكيا. نحن أنا أتوقع أنه في نهاية شهر إبريل قد تبدأ درجات الحرارة بالاستقرار النسبي بالارتفاع أو بمعدلاتها التي تقترب من فصل الصيف. طبعا فصل الصيف نحن نشهد درجات حرارة عالية، يعني في العام الماضي لمسنا قرابة 53 درجة مئوية في الظل على النعيرية، وهذه كان حقيقة درجة حرارة عالية يعني لم تسجل في النعيرية من قبل. سجلت محافظة جدة في 2010 52 درجة مئوية في الظل، بينما طبعا سجلت بعض الدول الأخرى كالكويت وغيرها درجات حرارة كانت أعلى في معدلاتها بشكل واضح، ولذا سجلت بعض المدن العربية على مستوى منظمة الأرصاد العالمية كالأعلى سخونة على مستوى العالم، حتى أن تقرير منظمة الأرصاد العالمية أشار إلى أن بعض المدن أو يعني لو استمرت بهذا الارتفاع في درجات الحرارة قد تكون غير قابلة للحياة يعني. طيب يعني أفهم من كلامك أستاذ حسين أنه خلال أكثر من 10 إلى 12 سنة ماضية في السعودية سجلت أعلى درجة حرارة في الظل في الصيف العام الماضي في النعيرية 53 درجة. طيب هذا العام متوقع أنه نوصل لهذه الدرجات ولا مستبعد؟ والله يا أخوان فرح ننتظر تقرير التقرير المناخي اللي يصدر المركز الوطني للأرصاد. هذا التقرير يعني يبنى على معلومات لـ30 أو 40 سنة ماضية، وتحلل هذه المعلومات بطريقة علمية، ويقدم تقرير تفصيلي أو يسمى التقرير التنفيذي عن يعني توقعات فصل الصيف. لكن بصفة عامة نتوقع درجات الحرارة مرتفعة وملامسة 50 أمر طبيعي في فصل الشتاء خاصة على المناطق الشرقية من المملكة. طيب هل في ارتباط فلكي أو أرصادي أستاذ حسين بين أنك تشهد شتاء بارد جدا يقابله صيف ساخن جدا ولا ما لها علاقة؟ لا حقيقة يعني هناك مصطلح الآن يعني أطلق في منظمة الأرصاد العالمية، وهي المنظمة الأم المعنية بالأرصاد في العالم، ما يسمى بالتطرف المناخي. التطرف المناخي تتكرر هي الحالات الشاذة التي تحصل في أوقات زمنية غير معتادة، كما صار معنا في العام الماضي في أمطار الخريف على المناطق الجنوبية للرياض امتدادا إلى نجران، وكانت حقيقة ملاحظة وأعلن عنها المركز الوطني للأرصاد تسجيل درجات حرارة عالية جدا في بعض المناطق التي لم تسجل من قبل نفس المعدل، سقوط أمطار بكميات عالية على مناطق لم تشهدها من قبل، كما يعني حصلت في أمطار تبوك و يعني أغرقت جزء من المدينة، كما حصلت في جدة في 2009 وأغرقت جزء من المدينة. هناك بعض الحالات الشاذة، يعني نلاحظ أن العام الماضي تساقط الثلوج على بلاط مصر
وهي حقيقة حالة شاذة لم تحصل. يعني ازدياد نسبة الثلوج على المناطق الشمالية، تغيرات حقيقة يعني، ونحن ليس بمنع عن العالم في السعودية، ما يحصل بالعالم يحصل لدينا، ولهذا نحن نتأثر بهذا التصرف المناخي الذي يشهده العالم. طيب بدت الاختبارات اليوم ومستمرة إلى نهاية الأسبوع، الموجة الغبارية مستمرة إلى الثلاثاء وتقول قد تتجدد، هل في توقعات في موجات غبارية كبيرة ممكن تؤدي إلى مثلا توقف الدراسة أو يوم أو يومين أو عدم الذهاب للمدارس ولا لا؟ يعني خليني أنا أوضح لك بشكل يعني حتى يعني المشاهد الكريم تبان معه الصورة. يعني حقيقة ارتباط معلومات الطقس في المناشط الحياتية أصبح أمر جدا مهم. إذا أخذنا التعليم كنموذج، فالمركز الوطني للأرصاد لديه اشتراطات معينة في الإنذار بالظواهر الجوية، وأيضا التعليم لديه اشتراطات يبني هذه الاشتراطات على معلومات الأرصاد. فعندما يعلن المركز الوطني للأرصاد أن سرعة الرياح تبلغ 60 كيلو متر في الساعة وأن الرؤية أقل من 1 كيلو، هذا المؤشر يعطي للتعليم فرصة لاتخاذ القرار، ولكن أيضا للتعليم يعني وجهة نظر أحيانا قد تكون مختلفة في أن تكون مثلا المباني قد تكون جاهزة لاستقبال الطلبة، أو أنه لا يوجد هناك خطر من وجود الطلبة في أجواء بهذا الشكل، أو أن يعني لا من قبلكم أنتم أستاذ حسين، هل تتوقع بناء على رصدكم في الأيام القادمة أنه ممكن توصون بإيقاف الدراسة يوم أو يومين بناء على الغبار ولا لا؟ يعني فصل الربيع فصل متقلب بشكل متسارع، ولا يمكن التنبؤ لما سيحدث ما بعد غد بشكل، هناك تنبؤات تصدر لعشرة أيام ولكنها قد تتغير مع الظواهر الجوية، ولذا نحن حقيقة نبني وفق آلية متبعة مع الجهات المختصة. هناك 22 جهة حكومية أو معنية بمعلومات الطقس تستقي هذه المعلومات وفق آلية معينة وجدول زمني محدد. طيب العشرة الأيام اللي رصدتوها آخر عشرة أيام قادمة، يقول إنه الموجة الغبارية أعلى إلى درجة ممكن تؤدي إلى هذه التوصية ولا لا اللي رصد إلى الآن؟ أنا أخوي فرح يعني التقرير الأخير اللي أعطى مؤشر أن سرعة الرياح قد تبلغ 45 كيلومتر في الساعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم سيقوم المركز بقراءة الحالة مرة أخرى وتنكيدها للنظر هل ستستمر هذه الحالة أو سيكون هناك استقرار. واضح جدا أستاذ حسين، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولكل هذه التوضيحات. إذن يعني من أبرز التصريحات اللي قيلت أنه أرصاديا فصل الشتاء انتهى تماما، لا توجد توقعات لأي موجات باردة قادمة، 1 يوليو رسميا أرصاديا يدخل فصل الصيف، و20 يوليو يدخل فصل الصيف فلكيا، هذا بحسب الأستاذ حسين القحطاني وهو المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. بعد هذا الفاصل ألتقيكم في آخر موضوعات أهلا.